السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. نلتقي اليوم في حلقة جديدة، في إثارة أخرى، في متعة أخرى، في مباراة أخرى. من سيتأهل للدور 16 منا؟ اليوم معنا رقمين عيسى اللي هما 1 و4، يتفضلوا معنا. معنا عيسى رياض ومحمد محمد كمال. دونك رياض اللي راه على يساري، مرحبا بك. اهلا. انت يعني الكبير هنايا معنا، مترشح الكبير، مترشح الكبير فيهم. الا وقتاش بديت تلعب؟ انا بديت نلعب ملي كنت صغير، كنت نلعب فيفا من بون، لعبت لي جو كاع، لعبت بي اس يا اساس وقتي يا اساس بديت نطلع. داكور. ايضا على يميني محمد كمال، اهلا. واش راك؟ الحمد لله. بس الرقم واحد معناته انت هو الرقم واحد؟ با فورسيمون يا اخي. يجيب الفريق راح تلعب به. الله اعلم. بلا يوفي. الله اعلم. وريال؟ ريال مدريد. ريال مدريد. دونك اليوفي كونتر مدريد. شغل رونالدو راح يتأر من الريال. الفريق ديالو. مرحبا بكم. إذن رياض ومحمد كمال، اليوفي والريال، الريال مدريد عنده جمهور كبير. رياض وش من خطة راح تلعب بها اليوم؟ راح نلعب 4-3-3. سمع، حاب تربح اليوم؟ حاب نربح إن شاء الله. هجوم هجوم، خطة هجومية. الهجوم. محمد كمال طروة طروة، كيف 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 يا اخويا الحار يطلع. دونك انا رياض نقول له حد موفق. نفس الشيء لمحمد كمال. دونك ربي معاهم، شوفوا شكون راح يتاهل معنا للمرحله المقبله. اذا المباراه ستنطلق بين الريال واليوفي في ملعب سانتياغو برنابيو. رياض يهاجم من البداية من أجل تسجيل الهدف الأول. هل سيسجل على ملعبه أمام جمهوره؟ يتفاعلون معه بقوة. يلا يا رياض ويلا يا محمد كمال، الكل ينادي ويشجع في رياض من أجل التأهل للدور المقبل. 0-0 قبل نهاية الشوط الأول. ضيعها رياض. بهذه النتيجة راح نروحوا الوقت الإضافي، وبعد ذلك راح نروحوا لضربات الجزاء من أجل أنه يتأهل معنا. وقد يفعل محمد كمال، قد يفعل محمد كمال. الأول لصالح فريق اليوفي. محمد كمال الإعادة. شوف، نعم كوستا سجل الهدف الأول لصالح فريق اليوفي. محمد كمال يقترب من التأهل للدور القادم. هل هي كرة؟ هيا يا رياض، يلا يا رياض، روح 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 روح. واحد واحد، رياض عاد بفضل الجماهير. إذن أول ضربة جزاء لريال مدريد ولرياض. بنزيما بنزيما بنزيما. يلا يا رياض 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 بكريم. يلا يا محمد، محمد ضيع رياض. اوه في القائمة. قلت انا جماهير دولي كلش. يلا ديرها كريستيانو. كمال
سيسجل. واحد واحد. هل سيسجلها رياض؟ نعم. مينا إذا ضاعت هذه مبروك رياض. شوفوا راح يتصدى الكرة كمال ولا لا؟ الرابعة راموس. 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 رياض. رياض وراموس. هل راح يعدل؟ لا. أسانسيو 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 مبروك لرياض. لا. إذا شدها لاباس مبروك لرياض التأهل للدور القادم. إذا شدها وإذا دخلت يروحوا ال... نعم ألف مبروك. يعطيكم الصحة. إذن كما شفتوا فعلها رياض وربح في هذه المباراة. مبروك عليك رياض. احنا الوعد تاعنا نوفيوه ان شاء الله. ان شاء الله في المرحله القادمه ان شاء الله راح تجي العائله تاعك وتحضر معاك باش تشجعك انت الاخر. مبروك عليك. الحد ما كانش مع كمال ما فيها والو. هذه مباراه فيها ربح فيها خساره دونك يعطيك الصحه. الله يسلمك. احنا عندنا هذا هو دليل تاع واحد بلي ربح. عندنا في اي كاب تشامبيونشيب دونك هذا راح يروح لصالح رياض. أجواء خيالية بين رياض وكذلك محمد كمال، لكن للأسف في الأخير تأهل رياض. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لمحمد كمال وكذلك رياض. يعطيكم الصحة. إذن ألف مبروك للمتأهلين وننتظر باقي المباريات اللي راح يكونوا معنا إن شاء الله في قادم الأسابيع، لأنه لازم يكون معنا 16 اسم في الدور القادم. فوالا دونك مازال معنا متنافسين اخرين راح يجوا يلعبوا معنا. حنا نقول لكم اقعدوا معنا ما تبوجيوش هنا كيما راكم هنايا. نتلاقاو في نفس التوقيت ونفس القناه. مع السلامه.